حسين بوحسين اللي داز الاشغال. حنا راه من هنا ما قدرناش ندخلوا كي داز الاشغال. نقول لك ان داز في ظروف سيئه وكان هجوم وكان هجوم على فريق الكوكب المراكشي. ولي تتعلموا اننا حطينا دي ريزيرف على الجمع العام لان ما توصلناش بالتقرير الادبي والمالي 15 يوم قبل المجموعه العامه وان هذا عيب شكلي. وطرحنا هذاك السؤال على السي المدني رئيس العصبه وقلنا الا ما كنتوش هذا موافقين اتجهوا للقضاء. هو رجل قانون ما احترمش القانون، اتجهوا للقضاء ونبطلوا له الجمع العام ديالو.